فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل المنتحر يعتبر قاتلا لنفسه؟ بلا شك، بلا شك أن العمليات الانتحارية اللي يسمونها استشهادية هي قتل للنفوس. الله جل وعلا يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، ما قال الذين قتلوا أنفسهم في سبيل الله. ما يجوز الإنسان يقتل نفسه أبدا ويقول هذا جهاد، لا، هذا ما يجوز. نعم، قتلوا، قال قتلوا في سبيل الله. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.